طيب بس قلت سلمان الفرج. سلمان الفرج واحد من نجوم نادي الهلال، بحييك على عودتك مجددا في المباراه الماضيه امام الفيصلي والنهارده امام نادي الزمالك. شايف المباراه كانت النهارده عامله ازاي، خاصه ان انتوا بتواجهوا خصم عنيد وهو الزمالك بطل الدوري المصري؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الف مبروك لجماهيرنا جماهير نادي الهلال، والف مبروك لنا كلاعبين هارد لك النادي الزمالك ولجماهيره اللي حضروا اليوم يعني. وكانت مباراه جميله مع خصم زي ما قلت عنيد، لكن اتوقع انه كنا احنا نستحق هذا الكاس. قدمنا مستوى كبير تقريبا في الشوط الاول والشوط الثاني لكن بدون فرص، لكن مجمل المباراه اتوقع احنا كنا الافضل. نادي الهلال او المنتخب السعودي.